وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف مشتق من كلمة عكف، يعكف عكوفا، وهو ملازمة الشيء والمداومة عليه. هذا في اللغة، في اللغة ملازمة الشيء والمداومة عليه. وشرعا هو التعبد لله تعالى بلزوم المساجد لطاعة الله، والتعبد لله عز وجل بلزوم المساجد لطاعة الله تبارك وتعالى. والاعتكاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اعتكف عليه الصلاة والسلام، واعتكف نساءه، واعتكف أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ويعني الهدف من الاعتكاف هو التخلي كما يقول أهل العلم عن العلائق لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي المعتكف أن يستغل وقته تلاوة القرآن، النوافل، أن لا يشغل نفسه بالجوالات وبالحديث والقيل والقال، حتى ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة، لدورة المياه، أو مثلا أن يكون الأكل ممنوعا، وهذا هو المعروف، لا يمكن إنسان أن يأكل داخل المسجد، فيخرج خارج المسجد ويحضر له الأكل ويأكل، ثم بعد ذلك يعود إلى المسجد. لكنه يتكلم في بيع وشراء أو السواليف العامة، أو حتى وللأسف في أمور محرمة الآن، تداول صور في الجوالات أو غير ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. والمعتكف معناه معتكف، يعتكف لعبادة الله ويلزم طاعة الله جل